السلام عليكم ومساء الخير من جديد. هذا التكملة ولا الجزء هذا نسيته، ماشي جزء، هذا الحوايج الزوج اللي بقاو هذو حسبتهم ماهمش عندي، عند اختي ولقيتهم عندي. في البداية نقول لكم السلام عليكم وتكملة للفيديو هذاك، خلي كيما جاي يجي وخلاص، 4 دقائق ولا 3 دقائق ولا كيما جاي يجي. المهم الكرك تاعي هذا، كاين ناس اللي راهي تشوف فيا قادر تقول لك كاين البسة دي مودي، وكاين البسة ما تليقش، وكاين البسة اكل الدهر عنها وشرب. نقول لكم الزوالي، حسوا بالزوالي، حسوا باللي ما عندوش، حسوا باللي ما عندوش باش يشري. ما تقارنوش الغني بالفقير، كاين فوارق، كاين فوارق 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 ما بين الغني والفقير. هذه لبسة تاع ناس زواولة، تاع ناس قدام قد رواحهم، هكا باش نعرفو والناس كل تعرف، وما نقولوش بلي رانا حنايا فوخ وزوخ. وماذا بينا نلبسو احسن اللباس، المرأة ماذا بها تلبس احسن اللباس. اخافتي هذا راهو عنده 14 سنة ولا 15 سنة، تعرسي مازال مفرطش فيه، معوش نلبسو صراحة السنوات الاخيرة هذه كل بالصح، ولا غير محتفظه به، قلت انا لي الذكرى ولا كذا نخليه. تعرسي نوري لكم راني تزوجت يا عسرا في 2009، في 2009 شوفوا رانا 2000 وقريب 23، يعني عنده سنين هو عندي الكراك. وهذا حبيت نوريه لكم تاع قطيفه بالسروال نتاعو. المهم نقول لكم بلي راه شوفوا يعني من قوه ماني مخبياته حتى نتكرفس خلاص. شوفوا ولا ما هانش عليا نبيعو ولا نمدو، ولا قلت انا تاع الذكرى تاع زواجي خلي نشوفو تاع كاش ما نجيب طفلا ونعاتو لها مره اخرى. نقولها شي ماما كيفاش كانت تلبس، كيفاش كنا نلبسو في واحد الوقت هكا، كيفاش كنا نلبسو. المهم لحد الان مازالو يلبسوهم يعني الناس الزواولة، الناس اللي قدهم قد رواحهم، الناس كذا. موديل هذا، الموديل هذا في الكراكو راهو على بالي ما عادش درقة، بصح لا غالب كل واحد ومقدوره، فهمتوا. انا شخصيا مش نلبسو، بصح كل واحد ومقدور. انا عدت لكم برك يعني حاجه من الشوره تاعي ومن جهازي اللي ديتو في 2009، 2009 وحتى تطباق وكل شيء وتكماش كان في فريسه وحده من هي عليها مفقتش به. هذا الكراكو الاخضر بالسروال نتاعو. الحاجه الثانيه هي القفطان، القفطان هذا حتى هو ثاني نتاع شريته بعد عام هكاك من العرس تاعي، يعني في 2010 شريته لحد الان ولا غنلبس فيه، يعجبني بزاف مع الصباط هذا جاي غوز، مش غوز، موف هكا كلار رايح للغوز، ما عباليش انا شو تسموه، فيو غوز هكا تبالي اللون هذا، نطقتو صح ان شاء الله، نكون نطقت الفرنسيه صح، مع انه باي باي فرنسيه راهي جات الانجليزيه. المهم هذه عنده القمجه تاعو، القنطوره تاعو، الروبا تاعو من تحت بيضاء البلون، روعه، محروجه بالفتله بالعقاش، الحوايج هذيك ولا تسموها. المهم يعني تحفه بالساتان، الساتان الثقيل هذاك، يعني هذه تشوفيها عريضه ماشي قدي، عريضه عليا بصح هي تعرفوا القفطان لازم يجي عريض باش تحزموا عليه وقد لا طاي تاعكم وتضبطوا عند السنتور هذيك عند الخصر تاعكم. المهم انا نعد لكم باللي راه يضيق يعني بصح يجي الله يبارك، كما نقولوا حنا طول وعرض، الطول هذا كان يجي نهزو كي نلبسو نعود هزاتو كيما هكا، اما العرض اللي طبطو بالمحزمه تاعو، وعندو تاعو هذاك الدوبلور الفوقاني تاعو بالكمام نص كم عند المرفق، ومحروج حتى هو خفيف هذاك الفوقاني هذاك، ونفس الحرج هذاك والخيط اللي موجود هنا تاع الفتله والعقاش موجود ليه. الصباط هذا حتى هو شريتو في 2010 حبيبي وعشت معايا وربي يعيشك ان شاء الله، وكملت لي سهراتي وكملت لي حفلاتي وكملت لي كل شيء ما خيبتنيش. لا يبارك هذاك الوقت، الوقت من شريته شريته ب 300000، هذا صباط من شريته شريته ب 300، هذاك الوقت مازال عايش، بما اني ما عادش نفضل هذا الطالون هذا النوعيه هذه ما عادش نفضلها. وهذا الفوقاني حتى هو موف، الموف هذاك اللي قلت لكم في الغوص، روعه روعه روعه، محروج حتى هو، هذا هو تلبسوه بالحزام تضبطوه مليح. شكرا شكرا.